السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء، متابعين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. معنا قصة اليوم، قصة من قصص المجتمع المغربي، هذه المرة رجل من مدينة فاس إلى مدينة الدار البيضاء. هذا الشخص اللي أمامنا اللي هو محسن، كان سبق لي أنه كان سجن واحد المدة ديال سنة من أجل حيازة المخدرات، تحكم مدة ديال سنة. مباشرة بعد الخروج ديالو من السجن كيلقى الزوجة ديالو حاملة، على حسب الأقوال ديالو، حسب اللي غتسمعوا معنا على اللسان ديالو، كيلقى الزوجة ديالو حاملة. ملي لقاها حاملة ولدات واحد الطفل، هو الآن كيطالب بالخبرة أو بلاديان. فنتمنى انكم تبقاو معنا باش تسمعوا على اللسان ديالو باش ما نحرقوش القصه. كنتمنى انكم تبقاو معنا باش تسمعوا القصه ديال الاخ محسن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا سيدي شكوى والله تعالى كنت راه الاعتقال، من بعد ما خرجت من السجن لقيت الزوجه السابقه بدايه بالحمل كتوهم الاول مع الاعتقال. لا السابقة دابا هي كانت في الدمة ديالك ديك الساعة. ديك الساعة كانت في الدمة. كانت العهدة ديالك. كنا مازالين متزوجين في ديك الوحدة هذيك. لحظة فاش خرجت من السجن راه مازال متزوج بها. لحظة فاش كانت بداية الحملة ديك الصدمة ديال الاعتقال ما خولاتليش باش يتكون عندي الشكل الأدنى. من بعد ما تزاد الطفل بشكل سريع هذا النهار ولدات الله غاد ليه في الباصة مشات كتجري وهي كرشها مفتوحة. كتسجل الطفل بهذيك السرعه هذيك. انايا المهم ما بغيت حتى نتاكد 100% بالخيانه. قمت بواحد المجموعه ديال الادوار، تنقلت في ديك اللحظه هذه في مدينه الناظور الساحل اللي تبدات ديالي، تاكدت بالخيانه ديالها. عاد طالبت بالتحليل ديال الدي ان، لكن مع الاسف الشديد كنتصدمت بمدينه فاس، لان شكوى الله تعالى مدينه فاس ما كنقدرش ناخذ الحق ديالي فيها بصيغه رسميه بصفه مطلقه. اوكي، علاش ما خدوش لك حقك في مدينه فاس؟ لان مع الاسف الشديد ديك الارض السعيده ما كان انا ضعيف، ما عنديش السلطه. لا طالب جميع المطالب ما كان لا بلاتي. واخا محسن خويا باش نمشيو درجه درجه باش حتى المشاهد يفهمنا. نعم باش المشاهد يفهمنا. دابا انت امتى طالبتي بالخبره؟ اشمن شهر؟ الخبره عاد مؤخرا دابا باش السيد المحامي الله يجزيه بخير. لا امتى طالبتي بالخبره؟ هادي تقريبا شي شهرين. هادي تقريبا واخا شهرين. دابا هاد الطريقه ديالك شحال باش طلقتيها دابا؟ قبل ما نكلف المحامي كنت مشيت بوحدي انايا للمحكمه وطالبت بالتحليل الذي انوادك وما وافقونيش، وعاد مؤخرا كلفت المحامي. دابا هادي تقريبا شي شهرين ولا ثلاث شهور تقريبا، ودفعت طلب للمحكمه، ولكن مع الاسف الشديد المحكمه ما تم الرفض. لا بلاتي محسن، باش اسمع، باش حتى الراي العام اللي كيتبعنا حتى هو نفهموا دقه دقه. نعم دابا انت قلتي دفعتي في شهر جوج دفعتي طلب الخبره. نعم للمحكمه. نعم تم الرفض ديالو. نعم دابا بغينا نعرفوا هاد خرجتي انت قلتي لي ربما في 2016 خرجتي تقريبا، حسب تقريبا. المهم 2016. نعم 2016. دابا من 2016 حتى الان حنا كنتكلموا 2022، 6 سنوات. نعم دابا محسن فين كان هذه 6 سنوات دابا؟ كنبحث على القوت ديالي، كنشتغل مره خدام مره جالس، على حسب. دابا مع تصنع الموائد ديالها ما كتخلينيش باش نكون سلطه المال. حتى كنخدم شي خدمه كتخلق لي شي مشكل، الاتباع ديالها ماشي هي، اما بالنسبه لي خدامه في الحي الصناعي في الشركه اللي تورطات معاهم في الزياد ديال هذا الطفل، هذا هما اللي كيصنعوا لي هذه المشاكل هذه، وتعرض للاعتداء بواحد الشكل اللي يرسلها كتعديل المتسرس ديال الفك ديالي السفلي والسنان ديالي. كنت غادي على الموتور ديالي وجات لي واحد الحجره دمرتني، كانت عادي تقتلني. واخا واخا. دابا هاد السيده انت طلقات منك محسن؟ دابا هذه مدة 6 سنين تقريبا. 6 سنين؟ واش الطلاق كان طلاق اتفاق ولا طلاق شقاق؟ لا سيدي ماشي طلاق اتفاق. طلاق شقاق؟ لا هي طلقات راسها. هي طلقات راسها؟ نعم. واخا دابا انت امتى درتي طلب الخبره؟ واش من وراء هي فاش طلقتو؟
هذيك الساعه حنت انا اللحظه فاش قلت لها راني غادي ندير تحليل دلي دي ان، فديك اللحظه هذيك هي طلبت طلقات راسها. امتى قلتي لها بانك غدير تحليل ديال دي ان؟ فهذه تقريبا عندي شي سنين فاش كنت متواجد في الناظور. واخا ابلاتي دابا غير اسمعني يا محسن، غير دابا حنا بطبيعه الحال حنا كصحفيين حنا محايدين كنبقى كنتسنتوا للطرف والطرف الاخر، واخا دابا هذه السيده ما حاضراش ولكن حنا كنسولوك شي اسئله ربما غيسولك الراي العام وغيسولك مشاهدين. نعم. دابا انت هاد السيده 6 سنين دابا باش طلقتي منها. نعم. علاش حتى لدابا عاد بغيتي تطلب الخبره؟ لانه هذه لا يعقل بان واحد الطفل ماشي ولدي وعاد يبقى في العاشق ديالي. هذه لا ولكن دابا الاولى خصو اولا بعد الابن يعرف الاب ديالو الحقيقي. وثاني حاجه ما يمكنش ليا نتكلف انا بالمصاريف ديال الابن ماشي ولدي، مازال البنت ديالي. ولكن دابا الطفل مسجل بالسميه ديالك. والطفل دابا ورطاتني بالمسجل. دابا الطفل مسجل بالسميه ديالك. نعم. ولكن انت ما كتبانش بانه غريبه خويا محسن، ما كتبانش بانه غريبه حتى لدابا عاد غينوض محسن مثلا غيطالب بالخبره، علاش شنو تفضل؟ هي في الواقع كتبان الانسان غريبه، ولكن الانسان اللي تحط في الامر الواقع عاد يعرف بان راه مساله طبيعيه، الانسان ما كانش في العلم ديالو حتى تاكد بالخيانه ديال الزوجه ديالو عاد تيطالب. هذه راه مساله، واي مخلوق على وجه الكره الارضيه عنده الحق باش يطالب بالتحليل ديال الدي ان. التحليل اي الا وقع لك غير شك هذه ابسط ما كاين، وبغيتي تتاكد ما كاين فيها حتى شي مشكل، وتحليل ديال الدي ان انا غادي نديرو من المال ديالي الخاص. لا ولكن يعني ما تنطالبش الدوله ديرو ليا من المال ولا. ولكن دابا هذا الدي ان علاش محسن حتى لدابا ملي هذه مده ديال 6 سنين ديال الطلاق حتى لدابا عاد محسن ناض بغا يدير الدي ان، اشنو السبب مثلا؟ اشنو السبب؟ السبب الرئيسي هو التاكيد ديالي بالخيانه ديالها والاعتراف ديالها بتلقائيه. هذه ثاني حاجه. لا واش شديتي على النفقه؟ وعد مؤخرا دوزت واحد الشهير على النفقه. ها دابا اذا ظلما وعدوانا. شحال باش شديتي على النفقه؟ شحال تقريبا؟ تقريبا شي شهور هذه هكاك تقريبا حسب التقريب. دوزتي شهر على النفقه؟ دوزت 3 شهور. اذا ما يكونش هذا هو السبب اللي خلى مثلا محسن يمشي طالب بالخبره مثلا بلا دي ان؟ قبل من الاعتقال انا كنجري على التحليل بلا دي ان قبل من الاعتقال، وعندي الدليل الدامغ بان الطفل راه ماشي ولدي وهو اللي زيد مخول ليا انايا ومشجعني باش نطالب بتحليل الدي ان. دابا الورقه اللي طالبتي بها في المحكمه، فين الورقه اللي طالبتي بها؟ عندي اسيدي دابا شكايه ديال الرئاسه النيابه العامه، هذه نسخه منها. هذيك اش من شهر هذيك؟ نشوفوا. ها هي سيدي. يعني درتيها في الرباط 21/2/2022. نعم ياك. نعم. ها هي السيد رئيس النيابه العامه بالرباط ياك. نعم. واخا هي ها هي لا دي ان، هي طلب تحليل لا دي ان هي المملكه المغربيه ها هي رئاسه النيابه العامه. اذا هذه لاكيزي اللي خديتي واخ. نعم. واخ. اذا هذه كنتكلموا حنا محسن خويا على شهر جوج. نعم. ياك. دابا السؤال اللي مطروح دابا يسالوا اي واحد اي متتبع غيسولوا، علاش مثلا محسن حتى وقع الواقع مثلا دوز شهر ديال على النفقه من اجل مثلا النفقه ديال الوليدات، انت دابا عندك مع جوج ديال الوليدات. جوج ديال الوليدات بنيتها ملاك و دابا انت كتقول البنت بانها ديالك هذه. بنتي 10 شهور معها 10 شهور فيها، ولكن الطفل ماشي الولد ديالي، لان لحظه فاش خرجت من الاعتقال من السجن لقيتها كتوحم في بدايه الحمل الكريشه. علاش ما تكلمتيش هذيك الساعه محسن خويا؟ هذيك اللحظه هذه كانت عينيا مغمضين، ومع هذيك المأساة اللي دوز ديال الاعتقال والصدمه ديالها والبحث على القوت اليومي ما خولونيش باش لا بوزيد. ومن بعد حتى فاش قمت بواحد المجموعه الادوار وتاكدت من الخيانه ديالها وبان راه بالفعل خاص. شنو اللي ثبت لك الخيانه ديالها؟ شنو اللي ثبت لك الخيانه ديالها؟ نعم. اشنو هو اللي ثبت لك الخيانه ديال الزوجه هذه مثلا باش خلاك انت تطالب بخبره؟ هو البدايه ديال الحمل ديالها، هو هذيك البدايه، وفي نفس الوقت جريت من موراها مزيان وتعرفت. لا واش هاد الزوجه اعترفت ليك؟ واش انت حصلتي شي دلائل؟ اشنو مثلا؟ من طبيعه الحال هي بتلقائيه اعترفت ليا. كيفاش اعترفت؟ لان هي استنطقتها بشكل تاكسيكي واعترفت ليا بتلقائيه، راه بالفعل خانتني. هذا دليل بحد ذاته. وثاني حاجه هذا ماشي دليل، دابا اعتراف ديالها هي بوحدها. نعم. ماشي دليل، تقدر تقول لك انت سيدي كذبتي عليا مثلا.
وحتى هاد الناس اللي شافوها كتنزل من 190 في سيدي حرازه ومن البارتنير وهذا راه ما شاء الله وصافي راه شافوها مرارا وتكرارا جلس مع مجموعه ديال ما شاء الله وصافي عن بلا داعي لذكر التفاصيل. واخا المحكمه شنو قالوا لكم المحكمه؟ نعم المحكمة اشنو قالوا لك؟ المحكمة سبب الرفض هو قال لك اسيدي بانه سجلته في الاسم ديالي ما عنديش الحق باش نطالب بالتحليل. لا المحكمة دابا داروا لك الرفض. تم الرفض. عطوك التعليل. والسيد المحامي راه دابا تيجري ب شنو التعليل اللي قالوا لك؟ شنو التعليل اللي عطوك؟ التعليل اسيدي وهو بانني سبق لي وسجلت الطفل بالاسم ديالي هذا هو التعليل. راه هذا هو السؤال اللي غيسولوا اي واحد اخويا محسن. غايقولك علاش سجلتي الطفل ملي انت شكيتي بان داك الطفل ماشي ديالك خرجتي لقيتيها كما قلتي الكرش شويه من فوقها حامله غايقولك اي واحد يقولك علاش سجلتي في الاسم ديالك اخوها وهذه راه مساله جانبيه العمل اي واحد الا كان راكب غير في كار غادي تجي ينزل غينزل دايخ راه ما يكونش الافكار ديالو ما مترتباش انسان كان في السجن خرج من السجن من طبيعه الحال الافكار ديالو ما مترتباش من بعد ما تاكد الانسان بالخيانه ما يمكنش انا مثلا غير قال لي شي واحد راني شفتها غادي نصدقوا حتى تاكدت من الخيانه ديالها 100% عاد راني كان جريت انا على هذه الامور هذه. دابا استنفتي على الرفض استنفتي عليه؟ دابا راه مؤخرا دابا السيد المحامي الله كيفاش اتصلت به قال لي بان راه غادي يدفع الاستئناف ان شاء الله باذن الله. الرفض انت خرج لك الرفض؟ وبالضبط التواريخ ما لا اعطينا واش شهر ثلاثه شهر جوج شهر واحد الشهر هذا اللي فات شهر جوج تقريبا اذا دابا غد استنفتي على الرفض استنفتي عليه؟ دابا الرفض دابا يلا اتصلت بالمحامي غادي يطالب بالاستئناف ان شاء الله. غادي الاستئناف؟ ان شاء الله. اذا دابا انت شنو كطالب؟ كطالب انا بصفتي كانسان عندي الحق عندي الحق في التحليل دي ان كنطالب غير في الترخيص ديال التحليل. انت دابا بغيتي تعرف ذاك الولد واش ولدك ولا ماشي ولدك؟ انا عارف ماشي ولدي انت انا مأكد. انا مأكد بان راه ماشي الولد ديالي يعني مأكد. مأكد كتحمل التبعات القانونيه ديال هادشي كتحمل التوابع القانونيه اذا كتحمل التوابع القانونيه وعارف ان هاد الزوجه هي من حقها انها ترد من طبيعه الحال عندها الحق هي من حقها ترد عندها الحق الا عندها شي دليل دامغ ما مرحبا ما كاين حتى شي اشكال ولكن الدليل الدامغ هو اللي غادي يثبتوا التحليل اللي دايرين هذاك هو السبب الرئيسي اللي كيجعلها باش كتحاربني وعرضتني لواحد المجموعه ديال التعنفات وكتخلق لي مشاكل في الخدمه ديالي تهرس لي الفك ديالي سنا الفاقه هذا الشيء كاع كله راه بدلائل دامغه ماشي لان مهما درتي شكايات بهذا العنف اللي كنت تعرض ليه سبق لي درت بشكايه وهي كتبع هذا راسها بطبيعه الحال الاتباع ديالها هما اللي كيقوموا بهذه الادوار هذه. هاد الزوجه شحال تحب في عمرها تقريبا؟ هاد الزوجه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مواليد اشمن؟ شي 30 عام تقريبا عندها. 30 عام؟ وكتخدم وحي وسيدي ابراهيم. شحال ديال الحي الصناعي راه غنيها للتعريف والاغلبيه الساحقه راه خارجين. واش العلاقه اللي كانت بيناتكم بلاش واش العلاقه اللي كانت بيناتكم واش تزوجتوا عن طريق كنتوا مصاحبين على مثلا واش الزواج ديال الوالدين اشنو؟ لا والو كانت باقا مراهقه اشنو؟ الطريقه ديال الزواج ديالي بها هي ما انا بحال بغيت تقول الله سبحانه وتعالى ابتلاني بها بالاخطاء اللي ارتكبت في الطيش ديالي وما هذا هو السبب الرئيسي اللي ابتلاني الله سبحانه وتعالى بهذا هاد الزوجه مدمنه بهذا المجرم هاد الزوجه مدمنه مدمنه بالفساد لا مدمنه على شي حاجه اخرى شي انواع الفساد الحوايج الاخرى ما نقدرش نكذب عليك ما كدير حتى شي حاجه اخرى الحوايج الادمان ديالها هو الفساد اي ولكن ما كديرش مخدرات ما كدير حتى شي حاجه هي وما نقدرش نكذب عليك لا انت عاشرتيها المعاشره في اللحظه فاش كنت معاشره انا ما كانش كتبين لي شي حاجه يعني ما كدير هي والو ما كدير حتى شي حاجه باش الراي العام تولي فهم شنو كاين اذا دابا انت شنو اش كطالب شنو المطالب ديالك انت دابا المطلب الحقيقي المطلب ديالي الرئيسي بما اننا نحن في دوله اسلاميه راه هذا حق مشروع ديال اي مواطن عنده الحق باش يطالب بالتحليل الديابيتي وعلى مسؤوليتك هادشي وكانت من طبيعه الحال على المسؤوليه ديالي انا واخا نتقطع فيها نجوع فيها نديروا من المال الخاص لا الا تثبت ان هذا الطفل هذا ابن ديالك راه انت كتحمل التبعات القانونيه الراس ديالي انا كتحمل التبعات القانونيه كنتحمل اذا خصك تحمل مسؤوليتك دابا في هذه الكلامات كنتحمل المسؤوليه واخ اذا كما سمعتوا معنا مشاهدين الاوفياء باش ما نطولوش عليكم هذا الزوج اللي جا من مدينه فاس الى مدينه الدار البيضاء كيقول بانه كما سمعتوا على اللسان ديالو كيتحمل التبعات القانونيه بطبيعه الحال هو كيتحمل كل شيء هو كيتكلم على انه الزوجه ديالو او الطريقه ديالو الان هي اللي ولات الطريقه ديالو هذاك الابن الثاني اللي الان في العمر ديالو شحال في العمر ديالو دابا تقريبا دابا تقريبا راه 6 سنين دابا تقريبا 6 سنين كيقول بان هذاك الابن ماشي ابن ديالو وكيطالب ودفع طلب للمحكمه بمدينه فاس باش يديروا لا دي ان المحكمه رفضات الان هو استانف الحكم
وكيعاود كياكد على ان الابن ماشي ابن ديالو، وكيقول بانه كيتحمل التبعات القانونيه، كيتحمل المسؤوليه كامله الى ثبت انه هذا الابن هذا ابن ديالو. اذا حنا ما علينا الا نقلو. مرحبا. انا دابا انا تناشد اصحاب ما تبقى من الضمائر الحيه، الله يجزيكم بخير لما تساندوني في هذا الامر. انا راني مظلوم واحد الدرجه قصوى، من ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه مدينه فاس راه مهضوم فيها من جول الحقوق، والمسؤولين ديال فاس كيمشيو بليكود بيستو، اللي كيتواصل معاهم على شي نموذج ولا شيء من ذاك القبيل على العاشق ديال الضعفاء تيلبيو المطالب. وانا الشكوى الله تعالى راه تنطالب بهذا الحق هذا، وهذا راه حق مشروع. اعتبروني لاجئ، ما تعتبرونيش مغربي، وخولوا لي هذا الحق هذا، الله يجازيكم بخير. اذا حنا بالنسبه لنا حنا الحمد لله دوله مؤسسات، دوله حق وقانون، ولله الحمد، كنثقوا في القضاء ديالنا بطبيعه الحال. الان كما قلتي دابا انت حسب الكلام ديالك انت كطالب بانه اجراء خبره على الابن، باش انت متاكد كتقول بانه ماشي ابن ديالك؟ متاكد بمعنى الكلمه، راه الطفل ماشي الابن ديالي، وما يمكنش ليا نتحمل العواقب ديال الطفل ماشي ولد ديالو. انا البنت ديالي نتقطع عليها نضحي عليها بالغالي والنفيس، ولكن بالنسبه للطفل راه ماشي ولد ديالي. انا راه تنطالب الله يجزيكم بالمسؤولين باش يتحكموا ولو غير دقيقه في العام الضمير ديالهم. راه هاد الاكتظاظ ديال منعدمين الضمير راه تيكون واحد التوالد ديال الخروقات في هاد الارض السعيده، وحنا تنبغيو هاد الارض السعيده تكون في المستوى المطلوب. الله يجزيكم بخير. اذا مشاهدينا الاوفياء، كما اقول دائما لكل بدايه نهايه، ونحن سناتي على نهايه هذا البث مع هذا الشخص وهذا الرجل محسن اللي جا من مدينه فاس باش يعطي القصه ديالو المعاناه ديالو على حسب القول ديالو. دائما كيتحمل التبعات القانونيه هو. طبيعة الحال حنا بالنسبه لنا كمنبر محايد، الزوجه من حقها كذلك انها تدلي بالاقوال ديالها، من حقها انها تعقب على هذا الكلام اللي كيقول محسن. اذا الى هنا سناتي عن نهايه هذا البث المباشر، على امل لقاء بكم في بث اخر. كان